زارت العشر فيها فيا مرتقبا ما الذي أعددت في طيب القرى أكرم الضيف إذا أحببته أكرم الضيف إذا أحببته خاب من شح لداه مقترا لاحت العشر لنا والتمست باغيا للخير يحيي السحرا ليلة القدر ربى الخير بها نزل الذكر منارا للورى ألف شهر دونها منزلة فاغتنم الفضل لتحيا عمرا ليلة باركها الله فبشرى لعبد أمها مبتدرا نبقى الآن مع كلمة طيبة من فضيلة الشيخ الدكتور أمين عام دار الفتوى الشيخ سليم علوان بارك الله به وبكم. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله المنزه عن الشكل والصورة والألوان الذي لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. وبعد أحبابنا الكرام، يقول ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. ويقول حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أحبابنا الكرام، نحن الآن نحيي ليلة من ليالي رمضان العظيمة. كل ليالي رمضان عظيمة، كل ليالي رمضان مباركة، فهو سيد الشهور عند الله. فإعظاماً لهذا الشهر العظيم المبارك تصفد الشياطين، مردة الجن تكبل بسلاسل من حديد. إعظاماً لهذا الشهر العظيم المبارك أبواب الجنة تفتح وأبواب النار تغلق، فهو حقا سيد الشهور عند الله تعالى. فيه أنزل القرآن الكريم على سيدنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإنجيل على سيدنا عيسى، والتوراة على سيدنا موسى، والزبور على سيدنا داود عليهم وعلى سائر الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام. وفي هذا الشهر العظيم المبارك ليلة هي خير الليالي عند الله تبارك وتعالى. هذه الليلة فيها المزيد من الخيرات والبركات،
فيها المزيد من اللطف والإحسان. هذه الليلة العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. 83 سنة وثلث عام، معناه حقا هي ليلة عظيمة مباركة، أنزل فيها القرآن دفعة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، إلى مكان فيها يقال له بيت العزة. ثم من هناك نزل جبريل الأمين على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم متفرقا، حتى اكتمل نزول القرآن في نحو 23 سنة. في مثل هذه المناسبات يجتمع المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها طلبا لرضا الله والتماسا لليلة القدر العظيمة، فيقف الواحد منا من باب الموعظة والإرشاد ليعظ نفسه أولا ثم ليعظ غيره، وليخاطب نفسه أولا ثم ليخاطب غيره، فيقول الواحد منا لنفسه: ماذا فعلت في رمضان؟ هل قمت رمضان بالطاعات؟ هل حافظت على الصلوات في جماعة؟ هل حافظت على حضور مجالس علم الدين؟ هل حافظت على صلة الأرحام ومواساة المحتاجين؟ هل كذا هل كذا؟ يحاسب الواحد منا نفسه ونحن اليوم في الأواخر من رمضان. فماذا قدم الواحد منا وبماذا اغتنم من رمضان؟ هل سيخرج من رمضان وقد غفر له؟ فإن خرج من رمضان ولم يغفر له فقد جاء في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم: تعسًا له، ضيع وقته وخسر ولم يفز مع الفائزين. فمن الفائز حتى نهنيه؟ ومن المحروم حتى نعزيه؟ بقي القليل من رمضان، فينبغي منا كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت العشر الأواخر من رمضان، شد المئزر وجده وأحيا ليله وأيقظ أهله صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الأحبة الكرام، ليلة القدر ليلة عظيمة مباركة، ليست مخصوصة ولا محددة بيوم معين في رمضان دون غيره. قال بعض العلماء هي في العشر الأواخر، وقال بعض العلماء قد تكون في أوائل رمضان وفي وسط رمضان، ولكن غالبا ما تكون في العشر الأواخر من رمضان. ليست محصورة ولا محددة في ليالي الوتر من رمضان، قد تكون في ليالي الشفع، كما جاء في الحديث الشريف أن القرآن أنزل في ليلة 24 من رمضان وكانت ليلة القدر. ليلة القدر سميت بليلة القدر، أي هي ليلة الشرف العظيم، هذا معنى ليلة القدر. ليس كما يتوهم بعض الجهلة فيقولون: ليلة القدر سميت بليلة القدر لأن مقادير الخلائق تتغير في ليلة القدر. ليس هكذا. يقول هؤلاء: في ليلة القدر من كثرة الأدعية التي يرددها المؤمنون، الله يغير تقديره، يغير مشيئته لأجل من دعا، لأجل فلان وفلان. الجواب: هذا خلاف العقيدة السنية. تقدير الله الذي هو صفته في الأزل، مشيئة الله تعالى التي هي صفته في الأزل، لا تتغير ولا تتبدل، وإن دعا داع وتصدق متصدق، وإن نذر ناذر
ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ما يبدل القول لدي. لا تتغير مشيئة الله سبحانه، لأن التغير علامة المخلوق. المخلوق يتغير، المخلوق يتبدل، أما الخالق سبحانه لا يتغير ولا تتغير مشيئته سبحانه. فقد جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة، وقال لي: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. حديث صحيح رواه مسلم وغيره. فإذا تقدير الله الذي هو صفته لا يتغير، لكن نحن المخلوقات نحن نتغير. يرفع الله تعالى قوما ويضع آخرين، يغني قوما ويفقر آخرين. نحن نتغير، مشيئتنا تتغير، أحوالنا تتغير، أما مشيئة الله الأزلية لا تتبدل ولا تتغير. فإذا إذا قال قائل: الأحاديث لا تتعارض. نعم صحيح. إذا ما معنى ما ورد في الحديث من أن الدعاء يرد القدر؟ فالجواب: المراد بالقدر هنا هو القدر المعلق. ما هو المراد؟ القدر المعلق، ما كتب في أيدي الملائكة على وجه التعليق، مكتوب بين أيديهم: فلان مريض، إذا دعا الله أن يشفيه شفاه الله، إن لم يدعو الله لا يشفي، على وجه التعليق. وهكذا يقال له قدر معلق. هذا القدر المعلق الذي بين أيدي الملائكة معلق على فعل كذا، معلق على الدعاء. إن مرضت فدعوت الله، الله يشفيك، وإلا لا تشفى. إن احتجت إلى مال فدعوت الله، الله يرزقك. وهكذا، هذا يقال له القدر المعلق. أما القدر المبرم، أما القضاء المبرم، أما تقدير الله الذي هو صفته في الأزل، أما مشيئة الله التي هي صفته في الأزل، لا تتغير ولا تتبدل وإن دعا داع، ولكن كل بمشيئة الله عز وجل. فالدعاء سبب لرفع البلاء، كما أن الماء سبب لخروج النبات من الأرض، هذا سبب وهذا سبب، وكل بمشيئة الله تعالى وتقديره. لذا جاءت الأحاديث بالحث، بالتشجيع على الأدعية، بكثرة الدعاء، بالتضرع إلى الله عز وجل. فأنت لا تدري المستقبل ولا تدري ماذا كتب الله لك، فأكثر من الدعاء على أن يكون الدعاء يوافق الشريعة، ألفاظه صحيحة ومعانيه صحيحة. أحبابنا الكرام، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها، أي جبريل. هؤلاء الملائكة جماعات جماعات مع سيدنا جبريل عليه السلام، ينزلون في ليلة القدر من لدن غروب الشمس إلى طلوع الفجر، يسلمون ويصلون، يدعون الله تعالى ويستغفرون الله لكل عبد مسلم مقبول عمله عند الله، من لدن غروب الشمس إلى طلوع الفجر. وهذا خير عظيم، ودعاء الملائكة فيه فائدة عظيمة. ويتنزلون بكل أمر قضاه الله. لشرف هذه الليلة خصها الله عز وجل بأن يطلع فيها الملائكة على ما سيحصل إلى عام قابل، من موت، من حياة، من رزق، حتى الحج. الله تعالى يطلع الملائكة في ليلة القدر
على ما سيحصل إلى ليلة القدر في العام المقبل. هذا معنى قوله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. لها شرف عظيم، سلام هي حتى مطلع الفجر، أمن وأمان واطمئنان إلى طلوع الفجر. ومن أكبر علامات هذه الليلة أن تشرق الشمس في صبيحتها لا شعاع لها، لا حارة ولا باردة ولا قارة. هذه جاءت في الأحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فمن أحيا ليلها بالطاعات، بالقيام، بالصلوات، بالذكر، بالدعاء، بقراءة القرآن، بحضور مجالس العلم، بصلة الأرحام، بالتصدق على الفقراء وما شابه ذلك من الخيرات، لو لم يرها بعينه فقد أدرك فضيلتها. وإن رآها، رأى الملائكة أو رأى نورا عظيما غير نور الكهرباء والقمر، أو رأى الأشجار ساجدة، فإن رآها ودعا الله تعالى فدعاؤه مستجاب. فإن لم يرها في اليقظة ورآها في المنام، دل ذلك على الخير ولكن أقل ممن لو رآها في اليقظة. فإن قام ليلها كما أمر الله، لو لم يرها لا في اليقظة ولا في المنام، قام طلبا لرضا الله، معظم الليل كان يشغله بالطاعة، طوبى له عند الله، فقد نال فضيلتها وحاز على أجر العبادة فيها. لكن من هو المحروم؟ اللي ما قام ليلها ولا رآها في اليقظة ولا رآها في المنام، شو عم يعمل؟ أروك مشهور على التلفزيون، عم يتنقل من محطة لمحطة، عم يتابع كل الأفلام والمسلسلات، أو مجالس قال وقيل وأرجيلة وإلى آخره، ضيع وقته. هذا هو المحروم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يحيون ليلة القدر، ومن الذين ينالون فضيلة ليلة القدر. إن الله على ما نسأله قدير. اللهم تقبل منا واعف عنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. وسبحان الله والحمد لله أولا وآخرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.